السلام عليكم، على بركة الله نبدأ موديول ديال M14 موان دو ريشيرش دومبلوا. دونك لوبجيكتيف جينيرال ديال هاد الموديول هو ايتيليزي دي موان دو ريشيرش دومبلوا. دونك في هاد الموديول غنحاولوا نركزوا بزاف على تقنيات باش يعاونونا نقلبوا على امبلوا وفي سوق الشغل. كيف تتعرفوا الصعوبة اللي كاينة دابا باش نقلبوا على خدمة في حد ذاتها، ولات نقلب على خدمة في حد ذاتها ولات خدمة. إذا أول حاجة غادي نبداو بها هو دونك باش ننزل لو كور. دونك لا بروميير بارتي اللي غنشوفو فيها سي ايفاليوي فوتر سيتوياسيون بارابور ا لومبلوا. دونك قبل ما نبدا نقلب على خدمة خصني نشوف راسي بعدا هنايا، دونك شنو هما الحوايج اللي خصني نحاول نجاوب عليهم، ولو تي دو ترافاي اللي تي يناسبني. دونك باش نعرف هاد لو تيب دو ترافاي دونك خصني نشوف شنو هي لا فورماسيون اللي داير، ليكسبيرونس اللي عندي، لي كومبيتونس اللي عندي، لانتيغي ا سو دومين. دونك اسكو جي ان انتيغي لهاد الدومين او نو. دونك تحاول تجاوب على هاد الاسئله كاملين. من بعد تحاول تشوف لا موبيليتي ديالك، واش ممكن تنقل الى خدمتي في شي خدمه، واش ممكن تنقل يعني في المدينة ديالك أو في منطقة أخرى، يعني في على مستوى المغرب كامل ممكن تنقل فيه وي أو نو. دونك على حساب كل واحد الظروف ديالو كيف داير. لا ديسبونيبيليتي كذلك، يعني شنو هما الأوقات اللي تناسبوك على حساب الخدمة، واش طون بارسيال طون بلان سيزونيي على حساب كل، ولا فريلانس. دونك لي بيزوان فينونسي كذلك، قضية تاع لو سالير، دونك شحال شنو لوبجيكتيف ديالك او نيفو ديال السالير مينيموم اللي تتشوف انت يناسبك، زائد الطريقة تاع الخلاص، واش داك المونطون اللي حطيتيه واش بالساعة ولا في السيمانة ولا في شاك 15 جور ولا باغ موا ولا باغ اني. دونك هذا بالنسبة ليفاليواسيون ديالك انتيا كونسيرنون لا سيتوياسيون. دونك هنا حددتي بدا اشنو بغيتي، شنو الصالير اللي بغيتي، كلشي حددتيه. من بعد تاني حاجه خصني نعرف لي بوين فور ديالي. دونك هنايا خديت لكم واحد المجموعه ديال لي بوين فور. بيان سور ما كاينش شي واحد اللي غادي يكون عنده هاد لي بوين فور كاملين كمال لله، ولكن انت تحدد شوف على حساب الطبيعه ديالك وعلى حساب بزاف الامور اشنو هو اللي تناسبك من هاد لي بوين فور. دونك مثلا انا ناخذ مثلا مون بوين فور سي لينيشياتيف، وهذا الشيء غادي ينفعنا بيان سور. هاد لي بوين فور سي دي كيسيون اللي تحطو في لي زونتروتيان، انيشياتيف اوتونومي افيكاسيتي، دونك اللي ممكن نستغلهم في لي زونتروتيان بيان سور غنشوفهم بعد. دونك هنا راه كل تيرم حطينا لا ديفينيسيون ديالته هنايا. دونك مثلا انيشياتيف سي كوا الانيسياتيف، يعني واحد الانسان اللي عنده فيه روح المبادره. دونك و بروني دي ديسيزيون افون كو لا سيتوياسيون ليكزيج اوتونومي، الاستقلاليه، ليفيكاسيتي، لا بريسيزيون، اسبري ميثوديك، سوبليس، ليدرشيب. دونك هنا مجموعه ديال لي بوين فور. دونك كي قلنا حاول انت تشوف انهم هما اللي تناسبوك بالضروره انت كل واحد، وشنو هما لي بوين فور ديالو. دونك فاش نحددو لي بوين فور، من بعد تنحددو لو بروفيل ديالك. بروفيل دونك هنايا كاين واحد المجموعه ديال لي تيب دو بروفيل، رياليست، انفستيغاتور، ارتستيك، انسي دو سويت. هنا باش تسهل عليك المأمورية ممكن تستعين بواحد اللي هو تيتسمى تيست RIASEC، يعني رياليست، انفستيغاتور، ارتيست، سوسيال، انتربرونور اي كونفونسيونيل. سا فو دير شنو البروفيل ديالك بالضبط. دونك هذا فاش لونسي هاد لو تيست تعطينا، تدخلنا لهاد لو سيت. دونك هاد لو سيت ممكن تاخدو هنايا الاسم ديالو. اذا هاد لو سيت هذا فاش تدخل ليه، دونك اول حاجه دونك تعطيك فاش تدخل هاد لو سيت،
تيعطيك اش من نيفو عندك بعدا نتايا، دونك واش ان نيفو كوليجيان ليسيان ايتوديون ou bien un adulte qui est en train de chercher un travail, ou là il veut chercher, envisager de changer d'orientation, là de parcours professionnel, ou là c'est des parents. Donc, حنا في الحالة ديالنا نقدر ناخدو إما je suis un lycéen, je veux commencer à me demander quel métier et quelle étude de plairont, donc ça va me plaire. Ou là, je suis étudiant, bien sûr, tu enclèves aussi le métier. Donc, tu cliques dessous hein, directement. Et là, donc, tu as dit qu'il y a un sculpteur, démarrer le test. Donc, le test, ou à Ibar, un jumeau, à dire les questions, tu as le job, il y a un choix, il y a un lien, tu crois, un trajet, un tête, un mien, ou à le job. Donc, une fois c'est fait, tu as validé les questions directes. هو تيحاول يعطيك ما امكن يعني لو بروفيل ديالك اشنو يكون، وهنا فاش تعطيك لو بروفيل هنا تيعطيك اشنو هما ترجع للكور هنايا. مثلا فاش نقولو اون بيرسون رياليست، فوالا سكيليم، اشنو هو بالضبط، واشنو هما لي ميتي لي ممكن يعطي فيهم. دونك مثلا اون بيرسون رياليست يل بو اتر ارتيزان تكنيسيان اون جيني سيفيل، لأنه هاد لي ميتي تعتمد على هاد الروح الواقعية، و سا فدير عنده كيغوكيغ جينيرالمون اون بون ريزيستونس فيزيك، ميتي دو تيب مانويل، اكزارس دي تاش كونكريت، اتيليز دي زوتي، فير فونكسيوني دي زاباري دي ماشين. دونك خصنا شي واحد يكون رياليست مثلا في هاد لي تيب دو ديال لي ميتي. دونك هذا نبدا على لي بروفيل، دونك كذلك غدير هذاك التيست تشوف شنو هو البروفيل اللي تيناسبك. مزيان، دابا حددت، جو مسوي ايفاليوي، حددت لي بوان فور ديالي، حددت البروفيل. دونك دابا خصني لي زوتي باش نبدا نديمارشي، باش نقلب على الخدمة. دونك لو بروميي اوتي اللي تيتستعمل دونك باش يكون عندك ان كونتاكت مع لا سوسيتي سي لو سي في. Donc le CV c'est quoi? Curriculum vitae ou un CV est un portrait écrit de vous-même. Donc c'est un portrait de vous-même. Il permet à l'employeur de savoir qui vous êtes et de connaître vos expériences de travail, votre formation et vos champs d'intérêt. Donc, on a dit le commentaire de le CV. نشوف واش هما النواقص ديالو، واش هما الحوايج اللي ممكن نزيدو فيه ونصحهم. دونك لو سي في شنو هما المكونات ديالو؟ دونك اول حاجه اللي تتكون هي لا بروميير بارتي سي لا سيتوياسيون فاميليال، ولا لا سيتوياسيون ديالك. دونك لو نوم برينون خصو يكون باين مكتوب بطريقه مزيانه. هنايا مثال ديال هاد السي في مزيان نكون كاتب اشنو هو الدبلوم ديالي مزيان، دونك اشنو هو التخصص ديالي. لادغيس حتى هي مزيان، دونك لادغيس، تليفون، دونك هادشي كله يكون بواضح مكتوب مزيان. ليميل، ليميل هنايا بيان سور يكون ما امكن ان ايميل بروفيسيونيل، يعني فيه لو نو لو برينون ديالك، وهنا ما تيهمش شنو من بعد لا روباسك، دونك نو دومين ما تيهمش. ليسونسييل هو هاد لابارتي، دونك ما نستعملش دوك لي زيميل الغريبين. لاج، دونك لاج ديريكتومون ما تكتبش، انا تنفضل انه الانسان ما يكتبش لا دات نيسونس ديالو، حيت غادي المشغل باش يعرف لاج خصو يحسب باش يعرف لاج ديالك. دونك كتب ليه ديريكتومون لاج ديالك شحال عندك. انا مزيان، فكره مزيانه انك تكتب واش حاصل على البيرمي، شهاده ولا رخصه السياقه، واش هو لو تيب اللي عندك. دونك دير هنا، دونك هادو معلومات مزيانين هنايا. ممكن تزيد كذلك معلومة على الحالة العائلية ديالك، واش عازب ولا متزوج. دونك بعض المشغلين راه تيحتاجو يعرفوا هاد المعلومة هادي. دونك نرجعو للادريس، مثلا هنايا الادريس غنحطو فيها الادريس فين السكن، مكان السكن. دابا هاد السي في مثلا الا بغيت ندفعو لشي شركة كاينة مثلا في كازابلانكا ولا في مدينة أخرى، دونك واش نخلي فيها مثلا السي في ديالي نخلي فيها مراكش. هنا من الاحسن
انه نحاول ندير اون ادريس ديال ديك المدينه فين كاينه الشركه، باش المشغل فاش غادي يقرا الادريس غادي يلقى ادريس في نفس المدينه فين كاينه الشركه ديالو، يكون عندك واحد الحظوظ اوفر انه يعيط لك. الا راه الا شاف مدينه اخرى غادي يبقى يتساءل هذا الشخص كيفاش غادي يجي، واش خصو يسكن. دونك ممكن يغوكالي السي في ديالك يحطوه على الجانب بسبب لادريس. دونك لهذا فان السي في، داكشي علاش السي في راه هادشي عارفينو اغلبيه يعرفوا ان السي في راه ديما خصني ندير على ميزاجو، والسي في اللي غادي ندفع لواحد الشركه ماشي هو نفس السي في اللي غندفع شركه اخرى. ممكن تيتبدل على حساب الشركه، على حساب المدينه، على حساب شكل المقاوله ولا نوع المقاوله، او بندفع الكونكور او دونك السي في غادي تبدل على حساب، ماشي تندير ان سي في ستوندار تنبدا تنفرق فيه. دونك نبقاو في نفس المكان، دونك في هضرنا على الاسم والادريس. دونك ليليمون الاخر اللي مهم هو الصورة، لا فوتو ضرورية وضرورية. غير هو بالنسبة للصورة، نعم ناخذ واحد المثال، بالنسبة للصورة خاصها تكون صورة بروفيسيونيل، فهم؟ دونك صورة بروفيسيونيل، دونك صورة اللي فيها مثلا بحال هذا الشكل، ولا شي صورة لا علاقة، ولا صورة باهتة، أو ما عرفش أنا. المهم شي صور اللي ما عندها حتى شي علاقة، دونك ما من الأحسن ما ديرهاش. دونك اللهم ما ديرش هذاك السي في كاع، ما ديرش فيه تصويرة، ولا دير شي تصويرة ما عندها حتى شي علاقة. دونك هذا بالنسبة للصورة. دونك والصورة راه ضرورية ضرورية ديرها. اذا لا دوزيام بارتي ديال لو سي في، تنبداو بلا فورماسيون. لا فورماسيون، دونك لا فورماسيون تنحاولو نحطو لي فورماسيون لي دوز كاملين باغ ان اوردر ديكواسون، كرونولوجيك ديكواسون. دونك من اخر ديبلوم ولا اخر اتيستاسيون ولا اخر شهادة حصلت عليها حتى الشهادة اللي قديمة عندي. دونك على مثال، دونك ليسونس بروفيسيونيل ان سيستيم دانفورماسيون اي بيك داتا. دونك انا تيبين اش من ديبلوم اللي عندوز، دونك اون ليسونس فاش من دومين، اي زائد فين خدا هاد لا ليسونس. دونك ضروري خصني نذكر المؤسسة اللي خديت فيها هاد ديبلوم، زائد المدينة مثلا ليكول سوبيغ دو تكنولوجي لو اس تي. دونك لو اس تي راه كاينه بزاف تاع المدن. دونك هنا مثلا هنا خصو يذكر المدينة بالضبط فين، دونك هنا ناقصه المدينة. زائد حاجة أخرى، مثلا إلا كان عندي مثلا نديرو هاني تاني في هذا المثال، هنا إلا ان تكنيك سي ان تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك ا لانستيتيو سبيسياليز دو جيستيون دو اي دانفورماتيك. دونك هنايا مزيان ذكر الاسم تاع الدبلوم، الشعبة اللي فاش حصل الدبلوم، الانستيتيو فين خدا الدبلوم، ولكن اللي خاصو هنايا اش خاصو المدينة، وخاصو لورغانيزم من عند من خدا الدبلوم. واش خدا من عند لو اف بي بي تي، واش خدا من مدرسة بريفي، واش من اش من مدرسة بالضبط. دونك انا مثلا خصو يدير تكنيسيان سبيسياليزي اون ديفلوبمون انفورماتيك، ويعطي حتى لاكرونيم ولا لابغيفياسيون ديالتا ديال الشعبه، باش حيت كاين مشغل اللي تيعرفوها بلابغيفياسيون ما تيعرفهاش انها مكتوبه ديريكتوم. دونك فاش يسمع مثلا تي اس تي دي اي مثلا، دونك هنا تيعرف كرا سي لا فيليير تكنيسيان سبيسياليزي اون تكنيك دو ديفلوبمون انفورماتيك. دونك تيكون تيعرف المشغل بهذه الطريقه، وكاين مشغل اللي كنتي عارفه بهذه الطريقه، دونك انت تكتبها ليه بطريقه بجوج. والانستيتيو كذلك، المعهد فين خديتي ديبلوم، دونك المعهد هذا الانستيتيو سبيسياليزي اون جيستيون دانفورماتيك، دونك سي لي اس جي لي اس جي. دونك مشغلين ممكن يعرفوا الانستيتيو ديالك بهاد لابغيفياسيون، وما يقدش يعرفها هكا، دونك انت خاصك تكتبها ليه بجميع الطرق. علاش خصنا نذكروا الاسم ديال المعهد ولا ليكول فين شديتها؟
لان كاين فرق ما بين معهد ومعهد ومعهد، يعني ليتيا فين شديتو او ليكول فين شديت هذاك الدبلوم راه تيختلف من بلاصه لبلاصه، والسمعه ديال هذاك المعهد راه تتكون معروفه في سوق الشغل مثلا. كاين امثله كثيره ممكن تكونوا سمعتوا عليهم، انه فاش يقول لك راه شديت دبلوم مثلا في واحد المؤسسه معينه، او يعني راه تيعرفوا القيمه ديال هذاك الدبلوم اللي معطي. دونك حتى انت حاول تكتب هذاك الانستيتيو، زائد مثلا لورغانيزم فاش شدينا هذا من شديت هذا الدبلوم خصني نذكره، يعني مثلا لو اف بي بي تي دونك خصني نذكره. دونك انا باش يعرفوا ان لورغانيزم سي ان اورغانيزم ايتاتيك، دونك طون دبلوم خايدو في لو اف بي بي تي ماشي خايدو في شي ايكول اخرى خص تكتبو هنايا. خديتيه في البريفي خص تكتب السميه ديال هذيك ليكول بريفي. دونك هذا هو الامر. لا ميم شوز هنايا بالنسبه للباك، عندي بكالوريا مثلا، او عندك نيفو باك قريتي نيفو باك في ليسي، دونك غادي تكتب السميه ديال ليسي السميه ديالو والمدينه فين كاين. خديتي الباك دونك غادير بكالوريا سيونس في اتر ولا اس في تي، وتكتب مثلا حتى لا مونسيون حتى هي علاش مزيان تكتبها، سي عندك اون مونسيون مزيانه دونك تكتبها سون بروبليم. دونك هنا كيف ما دار الاخ ديالكم هنايا، دونك عنده بكالوريا سيونس ماتيماتيك ا، دونك سي بيان. دونك هنايا الليسي انا تيبان ليا خصو يدير السميه ديال الليسي والمدينه منين خدا. دونك هذا بالنسبه لا فورماسيون، هادو هما الامور اللي خصنا نحضروا معاهم. الامر الثاني دونك فاش نساليو لا فورماسيون تندوزو تنحطو سكون ابل اكسبيريونس بروفيسيونيل. لي اكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندي، يعني شنو هما الخدام اللي خدمت، شنو هما لي ستاج اللي دوزت. دونك نحاول نكتب كل شيء دوك شي التجارب اللي عندي ما امكن. اذا سورتو بالنسبه للانسان يلا شد خد ديبلوم، يلا بداية ديالو في المشوار ديالو العملي، يعني خصو يحاول يعمر السي في، دونك يكتب التجارب ديالو لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل كاملين، ما يحاولش ينقص شي حاجة. دونك لا ميم شوز هنا مزيان، دونك تيكون افيك ان اوردر كرونولوجيك ديكروسون. دونك اخر حاجة درتها هي باش تبدا مثلا دوزت ستاج، دونك تنعطي الفترة امتى دوزتو، ونعطي مثلا هنا هاد السيد دوز من لو 9 افريل، دونك مثلا من افريل حتى لجوان، دونك افريل جوان دونك ان موا. دونك خصو هنا من الاحسن تاني باش تسهل على المشغل يقرا السي في، دير ليه ان موا دو ستاج، تعاود تكتبها هنا حداها ستاج فان ديتود مزيان. فين دونك فين دوز ستاج هنايا تاني، اشنو دار لي رياليزاسيون كيلا ايتابلي او نيفو دو سو ستاج. دونك هذا مزيان، دونك تيكتب لي رياليزاسيون ولا لي بروجي لي دار ولا لي بروجي لي ساهم فيهم ولا كاع دوك الامور اللي خدمهم في ستاج، دونك اللي كان مساهم فيهم تيحاول يكتبهم هنا. مثلا نعطيو مثال، واحد الانسان دار واحد مع ان سوسيتي، دار مثلا ديفلوبون دان سيت ويب، ولا فوالا لونسمون دان سيت ويب، ممكن تكتب هذاك لو سيت ويب هنا لانك ساهمتي فيه بشكل او اخر. دونك تحاول تكتب هذاك لو سيت ويب، درتي اون انستالاسيون تكتب السميه ديال هذيك الانستالاسيون، ولا فين، ولا لوتيل فين خدمتي داك البروجي، ولا الشونتي فين كنتي، دونك الشركه اللي خدمتي ليها، انسي دو سويت. دونك هذا بالنسبه لي ستاج كاملين، دونك كفكره مزيانه. دونك قبل ما ننساو، هي بالنسبه لي فورماسيون ممكن نزيدو فيهم حتى دوك لي زاتيستاسيون، مثلا الناس اللي تيقراو في الدومين الاي تي، دونك كاين دي فورماسيون ولا دي سيرتيفيكاسيون تيدوزون في ليتابليسمون، دونك ديال سي اس ان ا ديال مايكروسوفت. دونك ممكن نزيدوهم في لا بارتي فورماسيون، لا بارتي فورماسيون مثلا شتيتي ديك لاتيستاسيون ديال سي سي ان ا، دونك غادير اتيستاسيون دو فورماسيون سي سي ان ا،
Donc si c'est la 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4, ça dépend. Avec l'unwind DLA, ça veut dire introduction au réseau informatique. بالنسبة ديال مايكروسوفت كذلك نذكرهم. بالنسبة لمايكروسوفت فاش تشد ان سيرتيفيكا من عندهم راه تيعطيوك واحد لو كود دو فيريفيكاسيون. من الاحسن انك تحطو تعطيه حتى هو داك لو كود دو فيريفيكاسيون، مثلا شديتيها في الموس ولا الام تي ا ولا الام سي اس او ام سي اس ا. دونك كاع لي سيرتيفيكاسيون تحاول تحط داك لو كود دو فيريفيكاسيون باش المشغل الى فعلا لي فيريفي ديك السيرتيفيكا واش ديالك نيت غيلمون، دونك غادي يهز هذاك لو كود غادي يديرو في لو سيت غادي يطلع ليه السميه والكنيه ديالك. دونك هذا نقطه باش ما نساواش. دونك اكسبيريونس بروفيسيونيل هضرنا عليها. دابا بالنسبه لي كومبيتونس، لي كومبيتونس كاول مرحله، يعني واحد الانسان يلاه شاد الدبلوم ديالو سالا دو زون دو فورماسيون ديالو. دونك اللي تنصحك انك تعتمد على واحد الامر اللي هو سكون ابل لو جيد بيداغوجيك. لو جيد بيداغوجيك، فوالا جيد بيداغوجيك ديال لا فيليير ديالك، مثلا تكنيسيان دو سيبور مانتونس انفورماتيك تيمسير. دونك هاد لو جيد بيداغوجيك غتمشي لشاك موديول، مثلا الموديول شوفوا ان موديول كيما كان. مثلا ناخذ الموديول M08 على انستالاسيون دان بوست انفورماتيك. دونك اشنو هي لا كومبيتونس اللي خديتي في هذا الموديول هذا؟ دونك كاينه اون كومبيتونس جينيرال، هادي راه كومبيتونس. دونك انستالي دي زيليمون فيزيك اي لوجيك دون ان بوست انفورماتيك، دونك هادي تهز كوبي كولي وتحطها في كومبيتونس. ممكن مثلا ناخذ مثلا شي مثال اخر، système open source. Exploiter les possibilités d'un système d'exploitation open source. Ou ZDNA, bien sûr, la distribution, les crétos, maintenant, Twin DL, maintenant, CentOS, Red Hat, Fedora, la sabbachement de distribution à la chadimsi. Maintenant, réseau informatique. Installation d'un environnement, installer et sécuriser le poste de travail dans son environnement. Donc, à tout l'homme, c'est des compétences à dire copier, coller tout simplement. Donc, je me dis que les compétences, maintenant, tu as la carte bureautique Windows. Donc, c'est pas des compétences, une compétence, c'est qu'on fait un jumla et qu'on fait un verbe d'action. Donc, tu as la parole d'action leader. دونك هادو دي كومبيتونس اللي قريتي اصلا. دونك غتمشي للغيد بيداغوجيك ديال لا فيليير ديالك تهز هاد لي كومبيتونس، زائد داكشي اللي شتي تاني في الستاج راه ممكن نزيدو، مثلا انستالي لي كاميرا دو سيرفيونس. زيد وزيد دونك في هاد المثال هذا. دونك هذا كا بالنسبه للي كومبيتونس ديالك. دابا بالنسبه للي سونتر دانتيري، سونتر دانتيري دونك بالنسبه لي سونتر دانتيري مهمين. علاش؟ حيت تيغوفليتي ولا بيرسوناليتي ديالك. دونك هنا مثلا هاد السيد دير سبور، إكزيرس لو باسكيت، ناتاسيون، في دي فواياج، ليكتور اي جو فيديو. دونك هنا كون زاد مزيان، هنا كون زادنا مثلا في الباسكيت واش يلعب شي نادي، دونك يذكر هذاك النادي. مثلا تلعب شي نادي، مثلا جو سوي مومبر ولا جوور دو باسكيت افيك لو كلوب كذا كذا. ناتاسيون الا كنت ندير مزيان، دونك الا كنتي في شي نادي مقيد فيه دير. دونك كنتي في شي دي جو مثلا داكشي ديال الدفاع عن النفس، عندك مثلا اون دام، دونك حاول دير هاد التعيير. المهم حاول ديفلوبي هاد الامور هنايا. رجعوا لا بارتي الاخرى اللي هي لي لونغ. لي لونغ دونك هنا لي لونغ اللي تلاحظوا هو كاين اختلاف كتير هنايا في هاد التسميات. تلقى اراب تيكتب لك، كاين تيكتب ماتيرنيل ماتيرنيل فوالا، بيلانغ، بون، مويان، بروفيسيونيل. دونك
تقريبا كل اي سي في حلينا غتلقاو فيه كل واحد اش كاتب يعني. مثلا العربيه ماتيرنيل واحد تيعبر عليها تيقول لك بروفيسيونيل، كاين اللي تيعبر عليها بطريقه اخرى. دونك انا في نظري غادي نعتمدوا على لو سيت ويب اللي معروف عالميا اللي هو لينكدين، اللي هو سيت ان ريزو سوسيال بروفيسيونيل. اللي نصحكم انكم تحلوا فيه ان كونت، لانه غادي يعاونكم في الاتصالات ديالكم بور كري دي غولاسيون بروفيسيونيل في الدومين ومع الناس بروفيسيونيل. دونك هنايا غادي ناخدو هذا المثال. دونك حنا غادي نمشيو للقسم ديال مباشرة لا بارتي اللي تهضر على لي لونغ. فوالا، دونك مثلا خدينا اللغة العربية العرب ولا أي لغة، ممكن أنت تكتب اللغة اللي سميتو. ها هما لي نيفو اللي كاينين. دونك سوا سي تون جي لو نيفو نوسيون اليمونتير، لا كومبيتونس بروفيسيونيل ليميتي، لا كومبيتونس بروفيسيونيل، لا كومبيتونس بروفيسيونيل كومبليت، ولا بيلانغ و لونغ ناتال. دونك مثلا واحد الانسان مزيود في فرنسا ولا مثلا لا فرونسي، دونك سي اون لونغ ناتال ديال اللي تزاد تيهضر بهذيك اللغه، ولا سي اون بيرسون بيلانغ، دونك il peut gérer deux langues, il parle deux langues d'une clarté, d'une façon متلوقة ما كاينش مشكل. دونك هادو هما اللي انا في نظري تحاول تستعملهم باش تواكب الجديد اللي كاين في هادشي ديال سوق الشغل، لان لينكدين دابا راه تتوجه ليه كاع لا المشغلين ولا اللي تيقلب على الشغل. دونك ولات بحال اون ريفيرونس بالنسبة لسوق الشغل. دونك داكشي في نظري نعتمد انني على هادشي نديرو في السي في ديالي باش يكون موافق لي ستاندار اللي كاينين. مزيان، دونك هذا بالنسبة لي لونغ. زائد حاجة أخرى، هنا حطيت لغة مثلا لونغ ماتيرنيل أنسي دو سويت. دونك ممكن نزيد مثلا عندي تنقرا مثلا في سنتر أمريكان، نكتب لو نيفو اللي عندي عندي مثلا عندي التوفل ولا عندي سيرتيفيكاسيون ديال لونجلي ولا ديال الفرونسي، نزيد نكتبها. دونك ضروري باش تزيد من القيمة ديال السي في ديالي. دونك هادو امور اللي مزيانين باش نزيد من القيمة ديال السي في ديالي باش يكون ان سي في اتراكتيف. دونك كيف تتعرفوا ان سي في؟ اول حاجة خصو يوصل ليد المشغل، دونك لداك السيد اللي بغا يخدم شي حد. دونك وكيف تتعرفوا على حساب لي ستاتيستيك؟ راه المشغل تيبقى تيشوف هذاك السي في واحد 6 ثواني، دونك 6 سكوند ما تيفوتاش. دونك 6 سكوند خص في هذيك لي 6 سكوند خصك تاتيري ليه لاتونسيون، خصو يعرف هذاك السي في ولا داك الشخص علاش دفع داك السي في، وشنو هو لو بوست ديالو، شنو هما لي كومبيتونس ديالو، واش ينفعو في الشركة ديالو ولا ما ينفعوش. يعني هذا هو الامور اللي كاينه. دونك لو بروميير با هو السي في ديالك. دونك باش السي في ديالك يتهز ويتستا ويتقرا ويتعطاه وقت، دونك حاول انت تعطيه وقت من الاول. دونك هذا بالنسبه للسي في. اذا هنا واحد القضيه اخرى بالنسبه للان سي في، واحد ليدي عجبتني شويه. دونك ممكن تزيد مثلا دي لي لوغو، مثلا الشركات اللي خدمتي فيهم ممكن تزيد لي لوغو ديالهم في السي في. انا فكره مزيانه في نظري. دونك لي فورماسيون كذلك ممكن تزيد لي لوغو ديالهم هنايا بهذا الشكل، واش يبان لكم ولا لا؟ على بهذا الشكل. دونك باش تعطي قيمة للسي في ديالك.
دونك هاني قديت السي في دفعتو، السي في قرا المشغل عجبو، دونك اش غادي يدير المشغل؟ اوتوماتيكمون غادي يتصل بيا. دونك قبل ما يتصل بك شي مشغل، بعدا هاد السي في هذا فاش نقادو خصني نمشي ندفعو، خصني نمشي نقلب فين غادي ندفع هاد السي في. دونك سي لا ريشيرش دومبلوا، سي tu commences à rechercher les sociétés, الناس اللي غادي ممكن يقبلوا لك السي في ديالك، انسي دو سويت. دونك فين غادي نمشي ندفع هذا السي في، وفين ممكن ندير نحط السي في تو سامبلومون؟ دونك فين ممكن نقلب؟ دونك تو سامبلومون جو بو كونسولتي بيان سور لي جورنو انترنت. دونك بيان سور دابا ولينا اغلبيه دابا يستعملوا انترنت، هي la source ou l'outil utilisé, le plus utilisé. Donc internet ada kalima kbira. Donc HN stemel fl internet kain les moteurs de recherche, kain les sites spécialisés, kain. Donc ou là je peux consulter aussi les bureaux de recrutement, les marouf maintenant en Maghreb c'est l'ANAPEC, hein, site de l'ANAPEC. Donc entre دونك باش تقلب على لي زوفر دومبلوا اللي كاينين، دونك تو سامبلومون بهاد الطريقة غادي تدخل لو سيت انابيك، دونك اوفر دومبلوا دونك هنا تيعطيك كاع لي زوفر اللي كاينين، تتقلب مثلا ناخد مثال هنا ديال شي اوفر. مثلا ناخذ اوبيراتور دو سيزي، فوالا. دونك هنايا لو بوست دوموندي، لو نومبر ديال لي بوست اللي كاينين، لا ديسكريبسيون، اش من تيب دو كونطرا. بيان سور كي تعرفوا تقريبا لي كونطرا اللي معروفين، سي دي دي سي دي اي، وكاين سي اي. سي اي سي الكونطرا دانسيرسيون اللي معروفه بالاسم ديال الكونطرا انابيك. Donc on a les conditions pour le poste. Donc on a maintenant formation de technicien ou la gestion informatique, opérateur de saisie. Donc là, je cadre le poste. Tu cliques sur postuler. Bien sûr, tu as un guide le site de l'ANAPEC. Tu te connectes à la carte nationale, avec le mot de passe, l'écrit c'est déjà. Et tu postules. بيان سور تيكون خصك تمشي دفعتي الاوراق لي فوتوكوبي ديال لي ديبلوم وداكشي ديالك لاجونس، الاقرب اجونس ديال لانابيك، باش يكريو ليك ان كونت و تبدا تبوستولي بيان سور. دونك هذا الوكالة المستقلة ديال البحث عن الشغل لانابيك، هذا لو سيت ديالها. دونك واش كاينه لانابيك؟ هذه وكالة تابعة للدولة. دونك وكاينين دوطخ بيرو لي هما دي بيرو لي هما بريفي، دونك انا دي سيت دونك ديالهم. دونك كاينين ريكروت، كاين مثلا الوظيفه ديما جديد، مان باور كريت. دونك كاين بزاف ديال لي اجونس دو ريكروتمون بريفي سي او ماروك. دونك ممكن تبحث عليهم في جوجل تو سامبلومون. دونك طريقة البحث كي قلنا هي هادي. دونك واش غادي صافي نوقفي في هاد الجوج؟ لا، كي قلنا انترنت فيها بزاف، فيها لي موتور دو ريشيرش، فيها لي سيت. بين لي سيت لي وريتكم كاين لينكدين. لينكدين tu vas créer ton compte، un profil، دير تصويراتكم مزيانة، تعمر المعلومات، تعطيهم وقت ديالك، لي ديبلوم، لي كومبيتونس لي عندك، السيرتيفيكا اللي عندك، كل شيء تعمره بطريقه تعطيها الوقت انسي دو سويت. دونك وتحاول تكري دي غولاسيون بطريقه صحيحه. يعني شنو بطريقه صحيحه؟ يعني لي غولاسيون اللي غدير في هذاك لو سيت في لينكدين ما خصهمش يكونوا دي غولاسيون غير هكاك اعتباطيين، حيت هذا سيت ان ريزو سوسيال بروفيسيونيل، ماشي بحال فيسبوك. دونك لي غولاسيون خصك تستيهم وتعرف لي غولاسيون اللي تزيدهم عندك. يعني تبدا بالناس اللي قراو معاك، تبدا بلي بروف اللي معاك،
اللي قراوك تبدا مثلا شي شركه مستهدفه انت باش تخدم فيها، تحاول تاجوتي دير دي غولاسيون مع الناس اللي فيها، الناس اللي دوزتي معاهم دي ستاج. علاش هادشي؟ لانه فاش تتقيد في هذا لو سيت، فاش تكري طون بروفيل، تزيد لي كومبيتونس ديالك، هذوك لي كومبيتونس الناس اللي داير معاهم تا دي غولاسيون راه تيبداو تينوطيو عليهم. سافو دير ممكن يدخلوا ويشوفوا لا كومبيتونس ديالك ويقول لك هذا السيد واش اي لي كومبيتون في هذا لو دومين او نو. دونك داكشي علاش خصك تستي لي غولاسيون، دونك الناس اللي خدمتي معاهم، اللي دوزتي معاهم دي ستاج، اللي درتي معاهم دي بروجي. دونك هادو كلهم هاد الناس هما اللي يكونوا لي غولاسيون ديالك. ابخي راه هو سيت ان موتور دو ريشيرش لوي ميم، دونك ممكن تقلب فيه على لي زوفر، غاتيطلعوا لك لي زوفر على حساب البروفيت ديالك، على حساب الدبلوم. دونك استعن بيه تاعو باش تقلب على خدمة. دونك هذا بالنسبة لي زوتي ا يوتيليزي بور ريشيرشي دي ولا ديكوفر دي بيست دامبلوا. دونك هنايا كي قلنا دفعنا الدبلوم، دفعنا باردون لو سي في ديالنا، دفعناه للمشغل، المشغل قرا السي في عجبو، دونك اش غادي يدير؟ غادي يعيط لك. دونك غادي يعيط لك علاش؟ باش دير ان اونتروتيان. دونك المشغل خصو يتعرف عليك اكثر باش ياخذ لا ديسيزيون ديك الساعه واش يخدمك ولا لا. دونك هذا هو الامر ما فيه. يعني نزيد انا شويه الصوت. دونك باش يعرف الشخص اللي غادي يخدمو واش الي كومبيتون ولا لا. دونك لونتروتيان donc c'est quoi comme définition? L'entretien met en situation de communication orale, donc situation face à face, deux personnes, celles-ci dialoguent, échangent des informations sur un sujet précis. Donc l'entretien vise toujours un objectif prédéterminé, il est souvent à la base d'une prise de décision. Donc je nomme moi les types d'entretien, les kénin. Donc les types d'entretien, les kinin, l'état. Donc l'entretien d'embauche, l'entretien d'évaluation, l'entretien de négociation. Donc l'entretien d'embauche, c'est un entretien, la société, donc la société donc les compétences ainsi de suite. Quel est l'entretien d'évaluation? C'est un entretien qui évalue la personne, qui est déjà dans la société. Donc il va l'évaluer, soit pour un nouveau poste, par exemple chez poste Bektar Hulé, donc il va faire un entretien chez Bektar Hulé, ou là pour une augmentation, ainsi de suite. Donc l'entretien de négociation, c'est un qui fait une négociation, donc il va négocier maintenant le salaire. Donc c'est un entretien pour qu'on négocie notre salaire. Donc, à deux les types d'entretien liquide. Donc, deuxième élément, les formes d'entretien. Donc, qui va chez deux à de l'entretien, je n'ai pas l'échelle des entretiens. Je n'ai pas l'échelle des entretiens. Donc, l'entretien simple, en chaîne, avec jury et en groupe. Simple, donc c'est la forme la plus courante, ça veut dire t'as de troll en tête avec le recruteur directement, donc t'as oui un entretien. En chaîne, c'est que qu'il y a une série d'entretiens. Maintenant, le premier entretien, on va dire chef de département de l'informatique, maintenant, donc une personne le technique. Après, il dit, voilà, un entretien, un siège. Et finalement, le directeur général. Donc, entretien avec jury, ça veut dire un seul candidat face à plusieurs personnes. Donc, à plusieurs personnes, donc tu connais le jury,
تيكون مثلا ديريكتور، شيف ديال بيرسونيل، شيف ديال سيرفيس اللي غتخدم فيه، دي راش. دونك تيكون ممكن يكونوا فيه ثلاثة الناس أربعة الناس قدامك، كل واحد تيسولك، كل واحد شنو لي زاليمون علاش تيسولك. اونتروتيان جروب سي ان اونتروتيان اللي تيدخلو بليزيوغ بيرسون يدوزو لونتروتيان في نفس الوقت، يعني تدخلو مثلا بثلاثة بثلاثة ولا شي حاجة بحال هكا. دونك هادو لي فورم دونتروتيان اللي كاينين. دونك شتنا لي تيب، شتنا لي فورم، دابا غنشوفو هاد لي زونتروتيان سي كوا لي طون فاش يدوزو. دونك pardon. Donc la préparation, l'entretien. Donc un entretien, c'est l'oqita, ça fait bitit, ça veut dire mbed avec l'entretien, soit tu es pris donc khdemti ma dik sharika ou là tu es recalé donc ma khdemtich ma dik sharika. On va dire سمح لنا les compétences ديك ماشي هما هذوك، ولا لا ما كنتيش مبريباري مزيان، انسي دو سويت. دونك لونتروتيان خصني مبريباري ليه مزيان. دونك هاد البريباراسيون كومون اون بريبار؟ دونك اون سو بريبار دون فاسون ماتيريال، دونك ماتيريالمون، سيكولوجيكمون اي تكنيكمون اي سور لو فون. دونك ماتيريالمون Donc, au niveau matériel, la ponctualité, la présentation est déterminante. Certains documents seront nécessaires. Donc, le waqt, ça veut dire c'est du folokita, veille à tout prévoir pour être bien à l'heure. Et nindirou a de la checklist. On va voir un exemple. Je mène cette chose. Je ne sais pas si je suis à un site CV, un site stylo, mais je ne sais pas. لا هذاك سيت ان اونتروتيان خصني نجي ضابط شغلي جايب معايا كل شيء، ما نسيت حتى شي حاجه. لا بريزونطاسيون اي ديتيرمينونت، يعني الفو سواني سون ابارونس، بيان سو بريزونتي. دونك او نيفو فيستيمونتير دونك il faut être présentable. دونك سي انديسبونسابل. علاش؟ دونك كاين اللي تيمشي اكثر من ذلك. كاين مثلا شركات تيكون عندهم ان كود فيستيمونتير، مثلا تيكون عندهم تيخصهم ضروري يلبسوا واحد مثلا كوستيم، ويلبسوا قميجة تكون في واحد اللون معين. دونك انا كمترشح لواحد لو بوست في هذيك لا سوسيتي، نحاول نمشي انا بهذاك لو ميم كود فيستيمونتير. دونك هنا تيبين شويه انك راه تي انتريسي، عرفتي شي حوايج على لا سوسيتي. دونك سي ان بلوس تو سامبلومون. Certains documents sont nécessaires, donc dis-moi CV direct, ou quand d'affilée CV, dis-moi CV, dis-moi un bloc-notes, stylo, dis-moi portfolio direct ou les documents complets direct, les photocopies, mais chez les originaux, ça veut dire les photocopies des diplômes, photocopies des attestations, les index. Pourquoi pas des résumés des projets, les 12 tiers, moi, avec le maximum. Préparation psychologique, il faut anticiper sur ce qui va se passer. L'âge psychologique, les nards l'entretien, les redoux, les deux dire quoi, le trac. يعني لو تراك تيتزاد عليك على انه تيطرحوا عليك اسئله انت ما موجد ليهمش، ولو تراك دونك هنا صافي تا واحد تي تي تيتلف. دونك هنا يلفو انتيسيبي سور سو كي سي فا سو باسي. دونك اشني انتيسيبي، يعني خصني نكون موجد بطريقه قبليه اشنو هما الاسئله اللي تيطرحوا، كيفاش كل شيء. دونك Imaginez à l'avance le déroulement de l'entretien, les réponses que vous allez donner, les questions que vous allez poser, les aptitudes, ou les attitudes, pardon, que vous allez adopter. Soyez détendu pour être plus efficace, plus ouvert. Disposez-vous mentalement à être positif, tout simplement, donc d'être positif tout le temps. Préparation technique, sachez réagir en toute situation.
Réfléchissez à des situations pièges pour y faire face correctement. Donc, tout ça, c'est des préparations. Préparation de fond, soyez actif en entretien. Informez-vous avant sur l'entreprise. Donc, ce que vous connaissez comme l'entreprise, les radis tous faire l'entretien. Je n'ai pas le majeur de la fachette, je n'ai pas la stratégie de la ville de Clam. L'intabit tous fait l'entretien. Je n'ai pas les clients même tête à Amel. Donc, حاول تجيب واحد المعلومات شاملة باش إلا طرحت عليك شي كيسيون تحاول تجاوب وتعطي une bonne impression للمشغل. Notez votre argumentaire pour l'avoir à l'esprit au moment de répondre aux questions ou d'exposer vos motivations. Donc, هادو بالنسبة les préparations. Donc, كي قلنا كاين 4 matériel psychologique, technique et préparation de fond. Donc l'entretien, bien sûr, on a fait bizarre, les erreurs à éviter, les règles d'or. Donc les éléments à Dukamlin, les mois n'avoir aucune question à poser, donner des réponses floues. Donc il faut être bien préparé. Donc la préparation, il est dit qu'elle a très faible les erreurs, tout simplement. Donc une bonne préparation, c'est la clé de la réussite. Donc les 7 règles d'or, donc on est à chaque fois je les recite tous mes jours, même cette chose-là, se préparer. Donc voici quelques questions type que pourra vous poser votre interlocuteur. Donc pour l'entretien, chaque fois les questions. Donc il y a des questions ce qu'on je vais parler en Camille. Donc la veille de l'entretien, un checklist clique-clique. Donc فاش غادي نغتلي غادي لونتروتيان خصني داك الكوستيم اللي بغيت نلبس ولا دوك الحوايج اللي بغيت نلبس واش صلحتهم واش مزيانين واش واجدين داك الصباط جبتو من جو سي با كنتي حاطو في شي بلاصه تكون موجدو بلوك نوت سي في تبعتيه امبريميتي البورتفوليو ديالك دونك لي كاع دوك لي زيليمون دونك باش ما ننسى حتى شي حاجه غادي نطبع بحال هاد الورقه هادي ونجي نتشيك ليست مثلا J'ai l'adresse et le lieu de rendez-vous. Oui, indique Katba, Hafda. Je fais check. J'ai regardé l'itinéraire. Donc, Trek, Man Radin 2, Charles Snit Lort, Charles Intarsin Mesh, Noki Tarsin Khorej. Donc, Hachi Arto, je fais check. J'ai demandé par téléphone combien de temps déduire. Check. Je me suis organisé pour avoir une bonne nuit de sommeil. Check. J'ai décidé de façon de m'habiller. Donc, la façon de s'habiller. Check. Checker. Les éléments. Donc, là, en ce qui concerne l'entretien. Donc, l'entretien, bien sûr, fait tawa, ouais, 3 temps. Le temps avant l'entretien, donc, c'est la préparation, les informations, merci, nous j'aide. Pendant l'entretien, ça veut dire l'entretien, qui va chercher une goutte, qui va chercher un hadar, qui va chercher un slam, qui va chercher un consourion, un arf, un souwel, et après l'entretien. Donc, à la phase, la marhala, a dit, aglebia, metiarte wa shaytim. Yeni, tu oujis de l'entretien, tu m'chit tu douze l'entretien, salam alaikum. Tu n'sa wa shay waga douze si entretien m'chit sharika. Da. Donc, chsni, n'dira comme évaluation. Ça veut dire 12 l'entretien. Tu as vu les erreurs que tu as faites, tu as essayé d'évaluer ce que tu as fait. Tu as essayé de se faire des questions sur lesquelles tu as des compétences sur lesquelles tu as fait. Tu as essayé de les compétences qui sont en train de se faire. Tu as essayé de se faire des questions. Oui, donc, c'est une auto-évaluation. Dernière chose, c'est de relancer la société. Faut la relancer. Il n'y a pas de slow big show, mais tu as dit que les wahs le mois d'août, mais il n'y a pas de semaine, jour semaine, je ne sais pas. Les sabes, la société, pardon, je ne dira. Donc, tu as dit relancer. Ça veut dire que tu as dit téléphone, tu as dit t'as le bureau, ou les le canaux ne sont ni net, mais chez un dom. Salam alaikum, on a la kendouz, c'est comme l'entretien, flan bin flani. واش كاين شي خبار واش باقي كاين هذاك لو بوست واش كذا واش كذا دونك تي غولونس
Hein, là, ils yeah, la réponse. Soit ils vont te demander, voilà, là, on est en train de traiter le dossier direct, on va vous appeler. Soit dit voilà, non, là, vous n'êtes pas pris, là, le poste ou ici, d'accord. Et là, tu as la réponse. Machine, tu as dit si l'entretien, tu as dit le ما عرفتي راسك واش تقبلتي ولا ما تقبلتيش، شنو هما الاخطاء اللي درتي، تبقى يراكك. دونك il faut trancher. دونك لي طون ديال لونتروتيان افون بوندون اي دونك هادشي اللي كاين الشباب. دونك هذا هو لو كور تقريبا وما فيه. دونك غادي نحط لكم واحد دي فيديو اللي ممكن تشوفوهم دونك باش تعرفوا كيفاش يدوز نيت لونتروتيان. دونك كاين هاد لا فيديو هادي كان ديال واحد البرنامج اللي كان تيدوز في دوزيام، كنقلب على خدمة. دونك فيديو مزيان، شهادة بلا تجربة ديال الشخص كيفاش خدام، كيفاش خدم على راسو باش يتجاوز دوك الأخطاء اللي تيدير. هذا ممكن تاخدوه كمثال، ممكن أمثلة أخرى كثيرة في يوتيوب ممكن تقلبوا عليهم. أنا مثال بسيط، هاد البرنامج كانوا داروه في الإذاعة. دونك هادو هما الأمور اللي كاينة. شكرا على المتابعة، ونتمنى ان هذا الشيء يكون في المستوى ديالكم. نشكركم و الله يعاونكم. شكرا.